السلامة. مع السلامة. بس الحمد لله. عرفنا عليك. اسمي عادل، ريتريتي، من تونس. نحكيو اليوم على غلاء أسعار العلوش. والله حسب ما شفت أنا بقى ما هبطش معناتها وين يبيعوا العلوش، أما حسب ما نسمع وشفت معناتها يقول لك ما بين 800 1200. مواطن غالي عليه شوية بالنسبة لي الوقت معناتها الوقت هذايا فهمت، أما بالنسبة لي أنا ما مش باش نشري. علاش ماكش؟ والله أنا بابا أنا راسي راس المرأة، ولدي معناتها معرس والكبير ما والثاني ما عندوش بها، ما عندي صافي ديزون من معناتها من اللي ما نعيطش. عادي. هذه ما خايبه كشويه. اي بالحق خايبه، ما انا بوم اون بليس انا نسكن في ابارتمون معناتها كلي تعبه شويه الامور فهمت، مش طلع وطبط وطرشنيه شقليله، وانا ما نحبش الشقليله برشا. اختار انك ما اي نختار ما عادي جدا، ناخذ شويه لحم كيك عادي باربيكيو ما باش نشري زاميتون. هذا يعني انك ما عملتش لا دوره لا حتى؟ لا ما عملتش الحق، ما عملتش، اما حسب ما نسمع انا فاميلتي بو فاميلتي باخوتي ولا فاميلتي باش يشريو يقول لك ياسر غالي، نخمم نخلط عليك انت ما نعيدش يعني غالي. شكون يخمم انه ما يعيدش؟ صعيب ياسر باش يعيدوا بالحق، الوضعيه اللي عايشينها توا يقول لك انا معناتها 800 هذا نورمال، ما في حد شيء يحكي لي خويا قال 100 دينار علوش عادي. عادي جدا ما في شيء، سبت واحد يكمل، سبت واحد يخرج منه. يهود فالسي سبت واحد يكملوا. نحكيو على علوش باهي معني. باهي في 1200 1300 نتاع 10 سنين تالي. نتاع 600 10 سنين تالي. ترى انه اغلب المواطنين ما همش باش يعيدوا. نتصور. نتصور معناتها حسب الوضعيه والغلاء ودبوشة وغي يعني الناس تقول لك فك عليه غالي هاي فك عليه فهمت، ما نتصورش حتى يمشي بتاتر اللي خارج تونس راهو انا معناتها عندي انا من اصلي من جربه فهمت، خارج تونس يعايد راه يشري حتى ب 3 ملايين خاطر عنده عادات وتقاليد وهذاك شبيه ما شراش، اما نحنا في العاصمه لي زابورتمون تجارك قالك ما تعرفوش معناتها ما عنده ما يلومك، اما خارج تونس راهو عندهم العادات ولد عمه باش يعايد وانت لا، فما عادات مازالوا محافظين عليها، انا واحد في جربه ما تصورش واحد ما يشريش حتى يبدا مدين مسكين يعلم به ربي يشري خاطر عادات وكا. افكتيفمون يعني كنا باش نحكيو على اللهفه عند التونسي اللي التونسي مهما ولو يتدين وكل شيء لكن في المناسبات لازم يعيد لازم يحتفل. اي يتدين ويمشي يتسلف من عند هذا وياخذ من عند بو يعطيه من عند خوه وصاحبه كل شيء ويشري فهمت، انا قلت لك خارج العاصمه راه يشري مهما كان تكلف له مهما. في العاصمه؟ العاصمه صعيب يشري، نسكن مع تشيره الموروش الرافيم ولا بلاص كامل يمكن واحد يعيد. أنا رفيم أنا من قبل عندي توا 20 سنة في الموروج، نسمع كانت تباع بيعة واحدة في البلاصة بالحق ما يعيدوش أغلبيتهم في العاصمة، تلقاه العشية يهز ولاده ويخرج يمشي يحوز. والأيادي الدينية معناها نورمالمون لازم مالوروزمون مالوروزمون نورمالمون رانا معناتها هذه حاجة سي ساكري فهمت إيه اما لا غالب معناتها حسب كل واحد وظروفه معناتها تنجم تكون ظروف ماديه تكون تنجم ظروف معناتها اللي كيما نسكن في ابورتمون ما تلقاش وين وما عندكش حتى وين تذبح فهمت، ان شاء الله كل عام بخير وربي يهدينا. ترى انت انه برشا مواطنين اللي ما همش باش يعايدوا على خاطر الظروف حسب معناتها تجربتي مع العباد وحسب ما نشوف صعيب شويه، نجم نقول لك 50% اللي ينجم يكون باش يعايدوا 50 نعطيو بورسنتاج تاع 50% ينجموا يعايدوا اكثر لا ما نتصورش. لكن كيف كنا نحكيو انه فما شكون باش يتسلف ويعملهم الكل يتسلف وياخذ كريدي من خدمته
ياخذ كريدي من خدمته، فهمت، ويتسلف منه وراه مخبي. وفما ناس قلت لك عندهم انت عنده في التقاليد، نحكي كان يعني انت في وسط البلاد، فما عنده ما يهموش والله كي يبدا شنو يشريه، فهمت، يقول لك ب 800 مليون اللي هو على فرحة الصغار، يقول لك على صغاري سورتو اللي عنده معناتها صغار اقل من 10 سنين، لا معناتها ماهوش منع منها انه عنده الحق ولا لا؟ عنده الحق، عنده الحق يشوف مثلا اولاد عمه صغار يلعبوا بالعلوش، يدي يحسها مسكين يهبل، معناتها يقول لك يمكن ينجم يخرج حتى نار العيد يمشي يشري لهم، كانت تصير له فازه. يعني انا خاطر فرحة الصغار الولي قادر يعمل كل شيء. على فرحة ولاده يضحي، يقتل روحه مش يضحي. معناتها عندك عيدين، عيد الصغير وعيد الكبير كما نقولوا نحن، يتدين يطلع يهبط كو. انت خاطرك ارتحت من صغارك كبروا دونك؟ والله انا حب معناتها كنت نحبذ، اما معناتها من الصغرى ما عندهمش في العلوش. انا معناتها كنت نسكن معناتها بعيد شويه، كلي ما عندوش مش مغرومين بالعلاش، عنده موجود سافا مش موجود ما على بالهمش، معناتها كل صغار كيفاش راه ينجم يقول لك شري لي سبيدري خير من شري لي علوش. فهمت معناتها كل علوش وحدها كمان بيان سور فرحة علوش هذيك، انا قلت لك يعني سي سنة الله، فهمت اللمة العائلية في العيد؟ اي نحب اللمة. كان ما فماش علوش؟ لا لا اللمة، انا كنت الله يرحمها امي وينعمها في نهار اليوم، كانت تلمنا، فهمت، حتى اللي ما عنده اللي مش في يعيد يجي، واللي يعيد يجي كلها ويتلموا، نعم معناتها قصوا العلوش وكل واحد اللي كتب ياكل شويه لحم، فهمت، وضحكه منا ضحكه منا، فهمت، كا والله يرحمها توفيت، كل واحد شوف حياته. حتى كان ما فماش علوش المهم موجوده اللمه. لا اللمه لا لا اللمه هذيك ما فماش، سيرتو نحن قلت لك الجرابه ما فماش اللمه هذيك، ما عندكش باش يعيط لك فلان وفلان يقول لك يجي نقعد بحذايا نتلموا نهار العيد، نعطوا كلمه ناخذوا كلمه. نهار العيد مع جيرانك في العاصمه هناك؟ ما عنديش منهم الجيران. لا لا معناتها ما صباح الخير على السلامه بسلام. يعني مش كال تزاور؟ لا لا كل واحد مونتاليتي نتاعو، كل واحد فانا موجه، فهمتني يعني صباح الخير ونتعدى. مش خلي لي كلمه الخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، والله يرحم ميمتي وان شاء الله يعطيك الصحه.